نتابع لقائنا مباشرة عبر شاشة تيلي لوميير ونورسات والأونلاين بزنس. هو هيدي الظاهرة العالمية اللي عم تزداد توسع وانتشار بالأخص بين فئة الشباب مع التطور التكنولوجي السريع، وبلشنا نشوف هيدي الظاهرة أكثر وأكثر عم تكبر بشكل سريع وصارت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ونتابع حديثنا عن هالموضوع بستقبل رجاء عزار متخصص بإدارة الأعمال. رجاء صباح الخير. هاي رجاء. الأسبوع الماضي كنا عم نحكي عن الأونلاين بزنس وما قدرنا هيك نخلص كل الأشياء اللي كنا نحكيها عن الموضوع، ورجعنا هيك التقينا وحبينا إنه نزيد كمان بعض النقاط الأساسية اللي حلو إنه نكون عم نعرفها ونعرف بوجودنا في إشي. أنا كنت عم بسألك إنه هل في شيء هيك، هل في شيء هيك؟ اليوم رح نحكي أكثر عنهم. إذا فينا نعمل هيك ريزومي عن أبرز النقاط اللي حكيناها الأسبوع الماضي بحلقتنا تنكفي هيك بالمعلومات الجديدة. أوكي، هو معك حق، موضوع الأونلاين بزنس كتير كبير ونحن عم نجرب قد ما فينا انه نحط نضوي على الاشياء الاساسيه فيه. سو نحن بحلقه الماضيه عرفنا شو هي الاونلاين بزنس، شفنا شو هي الافكار الاكثر شيوعا بالاونلاين بزنس اللي هلا ترندنج عم بتصير، حكينا كيف منبلش اذا حدا بده يبلش باونلاين بزنس، وحكينا على البوزيتيف والنيجاتيف تبع الاونلاين بزنس، ايجابيات وسلبيات. سو الاونلاين بزنس هي التجاره عبر الانترنت. التجاره عبر الانترنت يعني انت عم تفوت معلومات شخصيه لك على الانترنت، هون بتكمن خطورتها. ومن هون اليوم حنحكي شوي اكثر بالشق القانوني لهيدي التجاره عبر الانترنت، لانه اذا بنتذكر ريسنتلي صار عندنا كذا حادث بيختص بال اذا بدك الانترنت المعلومات الشخصيه. يعني كلنا بنتذكر ريسنتلي فيسبوك صار عنده تسربت لائحة للمستخدمين، تسربت او باع او باع هلا نحن حنضل بشكل مضبوط. وكمان ما بنذكر كلنا شو صار بالمطار من شي شهرين ثلاثة. كمان في اشياء كتير عم بتصير خروقات بلبنان ما عم بنحكى عنها بالاعلام. اوكي هلا الخطورة مش بس انه في معلومات شخصية عم تنبعت، بس الخطورة انه كمان عم بيصير من خلال الاونلاين بزنس استهداف لاشياء خطرة، مثل كلنا كمان سمعنا شو صار بعصابة التيك توك وكيف كانوا عم بيستدرجوا الاولاد. يعني ما بدنا نفوت بالتفاصيل، بس بدنا نقول انه الاونلاين بزنس الى اذا ما انضبطت إلى خطورات. يعني كل شيء بيطلع مصاري من وراء الأونلاين هيدا الشيء فيه ريسك. مزبوط. شفنا حوادث حضرتك ذكرتها هلأ. مزبوط. من هون حنروح على بعض القوانين. يعني اليوم في بقانون رقم 81 طلع بتاريخ 10/10/2018 بيحكي عن المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية. كمان وزارة الدولة للشؤون التنمية الإدارية عم تشتغل على سياسة استراتيجية رقمية بلبنان. سو في قوانين، في قوانين، بس المشكلة وين رالف؟ المشكلة مش إذا في قانون أو لا. نحن للأسف بلبنان في كتير أشياء فيها قوانين، نحن السنتور ما في قانون، لازم نحط سنتور، مين عم بيحط سنتور؟ سو المشكلة مش إذا في قانون أو لا، المشكلة بتطبيق القانون بلبنان، بتنفيذه وبالمتابعة. يعني هون بتكمن المشكلة بالبلد عنا. إذا بدنا نحكي عن تأثيره على الاقتصاد، يعني قديه صار الأونلاين بزنس جزء من الاقتصاد اللبناني وبياخد حيز أو بياخد نسبة من الاقتصاد اللبناني بلبنان، ولا بعد ما صار عنده هالتقل إذا بدنا نقول؟ لا، الأونلاين بزنس عنده كتير إيجابيات على الاقتصاد اللبناني. رح نعدد شوية منها. واحد، أول شيء الأونلاين بزنس عم بيوفر فرص عمل جديدة، مثل ما حكينا هذيك المرة فرص عمل مباشرة أنا عم بفتح الأونلاين بزنس تبعي، وفرص عمل غير مباشرة يعني أنا فتحت الأونلاين بزنس تبعي في حدا طلب من عندي برودكت معين، حدا تاني عنده شركة شحن بيوصل، سو أنا بشتغل معه ديليفري لحتى أوصل. سو الأونلاين بزنس عم تخلق كتير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، عم تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. اوكي اليوم وقت واحد يفتح اونلاين بزنس عم بيقدر يوصل لسوق كبير بالبلد وخارج البلد عبر الانترنت. اثنين، عم بتكون بكلفه قليله وهذا الشيء بخليهم يجنوا ارباح اكثر. اوكي ثلاثه، عم تعزز الاقتصاد الرقمي،
يعني اليوم الديجيتال كوميرس عم بيسمح للابتكار وللابداع، وفي كتير عالم نحن معروفين يعني بلبنان اسم الله عندنا رواد الاعمال كتار، وبحبوا الشباب يعني عمر الشباب شباب وصبايا انه يروح هيدا الشيء. شغله بعد عم تمكن المراه اليوم، اكيد في نسوان بيشتغلوا، في نسوان عم بيبقوا بالبيت لظروف معينه، اليوم الاونلاين بزنس بتفتح لهم مجال انه يعملوا افكارهم يطبقوها، يعملوا حيلا بزنس من خلال بيتهم، وكمان في عم بيكون عندك يعني الاونلاين ورك فروم هوم، سو كله هيدا عم بيشتغل، وهيدا عم بيعزز المساواه يعني الاقتصاديه، انه بيحكوا بالمساواه بس كمان في مساواه اقتصاديه. هيك الام فيها تبقى من البيت مثلا وتشتغل بسمول بزنس او شغل صغير، تقدر تربح او تستفيد من هيدا الشغل اونلاين بلا ما تطلع من البيت. صحيح صحيح. ووحده بعد من الاشياء انه الاونلاين بزنس في بتسهل المساءله، اوكي، وبتسهل التتبع، يعني اليوم الحكومات فيهم يلحقوا كل شغله بالاونلاين بزنس، اذا في شيء صار فرود او شيء هاك او شيء مفروض انه بيقدروا يتابعوا هيدي الامور. رجاء، قد ايه هذا الشيء عنده مستقبل بلبنان؟ يعني قد ايه بتحس انه بعد 10 20 30 سنه رح يضل في هذا النوع من البزنس، وراح يمكن يتوسع ويتنظم اكثر ويصير شرعي وقانوني اكثر واكثر ونشوفه اكثر؟ ليك الاونلاين بزنس من فتره صار ترندنج، ونحن مشان هيك اليوم عم نحكي صار موضه صح، بس هيدي بدايته، اوكي؟ ليش هي بدايته؟ وين تكملته؟ بدايته لانه نحن عم نفوت لنعمل الاونلاين بزنس، هلا كنت حضرتك عم تحكي بالحلقه مع الضيف اللي قبل عن الارتفيشال انتليجنس، اليوم الاي اي عم بتفوت بالاونلاين بزنس حتى تهون لك كثير هالامور، اوكي؟ سو لقدام اكيد الاونلاين بزنس له مستقبل وحيفيد بكثير اشياء، يعني اليوم الحكومه حتضطر تشتغل على البنية التحتية وتسرع الانترنت أكثر لأنه رح يصير في طلب كتير عليه، والعالم عم بيصير يعني العولمة كله سوا، العالم عم بيكون مع بعضه، أكيد له اقتصاد إيجابي وله نمو كتير سريع، حنشوف هلا الأونلاين بزنس عم بيطلع بشكل كتير سريع. رجاء، عم نشوف حوادث كمان، يعني كنا عم نحكي مرة أنت صار معك انسيدنت، في كثير اشخاص هيك بيستفيدوا من الاونلاين بزنس لا يضحكوا على العالم، لا هيك يسروا يمكن العالم محل معين. قد ايه مهم واحد انه يعرف مع مين عم بيحكي، يعرف مع مين من مين عم بيشتري، يعرف انه يكون في طريقه دفع امنه عم بتصير، يعرف ياخذ حقه ويدفع اللي عليه بلا ما يكون الواحد عم بيوقع ضحيه بمحل معين. ليك كثير مهم وقت بدنا نحكي بالاونلاين بزنس ان كان اللي عم بيبيع أو اللي كان اللي عم بيشتري، يعني الطرفين بدهم يتأكدوا إنه اسمه وشهرته موجودين. اثنين، اللي عم بيشتري إذا ما عم بيشوف اسم وعائلة، أوكي، بده يشوف اسم شركة مع عنوانها مع الإيميل مع التليفون مع رقم التسجيل بالسجل التجاري وبالمالية. يعني اليوم واحدة من الأشياء المرتبطة بالقوانين إنه كمان انا اذا بدي اشتري بدي اتاكد انه هيدي الشركه موجوده منا وهميه. كيف بدي اتاكد؟ في كثير محلات فينا نتابع عليهم، فيها نسال هيدي الاسئله للي عم نشتري منه قبل ما تتم عمليه الشراء، فينا نشوف انه نحن تبخي اذا انا اشتريت هل انا اذا ما عجبني قادر ابدو، شو البوليسي لحتى ارجع المنتج. يعني الدفع الالكتروني اكيد كمان الدفع الالكتروني، انه في كثير عالم بتقول لك فوت الكريدت كارد تبعك، فوت الكريدت كارد. انا مثل ما قلت انا في حدا قال انه عامل باكج على السنه بسعر كثير حلو، رحت اشتركت معه بعد شهرين وقف السيرفيس وما فيك تحكي مع حدا،
وما بقى حدا بيرد عليك يعني. بس في كتير ضحك على العالم بما يخص بعض السيرفيسز قد ايه كثير مهم مثل ما سبق وذكرت، رجاء يكون في شفافيه بالموضوع، نعرف ما عم نحكي، يمكن ناخذ فيدباك يمكن من اشخاص اشتروا نسالهم كيف كان السيرفيس، يمكن اول شيء عالم كمان بتكتب بتحط كومنتس انه قد ايه استفادوا او ما استفادوا، قد ايه كان صادقين معهم او مش صادقين معهم. صح، ما هون لو فيك تطبق القانون مثلا هذا الشخص كنت ببعث الانستغرام بروفايل تبعه للجهه المختصه وبيجيبوه يعني من محله، بس ما عندنا تطبيق للقوانين هون. رجاء ختاما نصيحه لكل الشباب والصبايا عم بيفكروا يعملوا اونلاين بزنس، ينشئوا اونلاين بزنس، شو بتقول لهم؟ اول شيء حضروا الفكره مزبوط ويشوفوا يدرسوا السوق كتير مزبوط. اثنين يحطوا خطه استراتيجيك بلان، يعملوا سوات اناليسيس تبعهم، الايجابيات السلبيات، وين عندهم فرص وين عندهم ثريتس. ثلاثه يحطوا سمارت جولز حكينا عنها مسبقا للفكره تبعهم. ثالث شغله بقول لهم تابعوا كل شيء جديد عم بيطلع من خلال التسوق الرقمي، من خلال المنصات السوشيال ميديا، خليكم اب تو ديت. ورابع شغله وكثير مهمه، في عالم بتفتح بزنس وبتقول بدها تمشي ومع الوقت ما بتلاقيها عم تمشي، كثير مهم امتين يعرفوا يقولوا ستوب، انا بدي وقف وبدي انسحب، لانه عم بيتكبدوا خسائر وعم بيضلوا يفكروا انه هاي الفكره تنجح. انت عملت تيست للفكره تبعك ما نجحت، تعرف امتين تنسحب، وقف وتنتقل يمكن او تجرب مثلا شيء او مجال ثاني. صح، رجاء عزام متخصص باداره الاعمال، ميرسي لوجودك معنا اليوم، ان شاء الله بيكون لها لقاءات مقبله لنحكي اكثر عن كل شيء بخص الشبيبه وكل الاشخاص اللي عم يفكروا يمكن يبلشوا بمحل جديد على نطاق عملهم. ميرسي لوجودك معنا. مشاهدينا ننتقل لكريستال وفقره هيلث.